أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله من القصيم يقول: الشيخ صالح، يجتهد بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، فبعضهم يجمع عند نزول أول رش من المطر وبعضهم لا يجمع، فما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك ما ذكره الفقهاء: المطر الذي يبل الثياب. إذا كان المطر يبل الثياب ويؤذي في الطريق هنا يشرع الجمع، أو خلف المطر دحضا وطينا في الطريق فهذا أيضا يشرع له الجمع. أما الرذاذ والمطر الخفيف فهذا لا يجوز الجمع معه. نعم.